سلامات صبايا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. أنتوا عم تحضروا فيديو اليوم. أول شي حابة أقول الحمد لله على سلامة الجميع، الحمد لله على سلامة العالم كله اللي كانت بآخر زلزال صار بتركيا وبسوريا وحسوا فيه بلبنان وبالأردن وبمصر. بعتقد الحمد لله على سلامة الجميع، وقدر الله وما شاء فعل. الحمد لله على كل حال، والله يرحم اللي ماتوا من قبل ويرحمنا جميع عايشين وميتين. زوجي عنده شغل قريب من مول توريوم، فقال لي قومي امشي لبسي تيلا وامشي نطلع على تطلعوا على المول، يعني بنفطر هنيك وبقضي شغلي بالمرة قبل ما يروح على شغله. فهيك تفتلنا شوي بالمول وطلعنا اكلنا معجنات، كتير طيبة اكلة المعجنات هون عندهم، البيدا اللي بتجي هيك المفتوحة والمسكرة، في اكلات كتير طيبة عندهم من ناحية المعجنات، يعني بيعجبني كتير. وهو هون هذا المول قعدته حلوة لانه في تراسات، ممكن الواحد هيك ياخد نفس بغض النظر انه برد او شوب يعني، بس مقبول نوعا ما. وكان هو اصلا كان وقت حلو يعني، كان طالع الشمس. عم تشوف السماء؟ عم تشوف السماء كثير حلوة، شايفة نجوم. وين طالعين؟ دورا؟ مو دور، دورا. ولانه ما بدنا نتاخر بالمول، زوجي عنده شغل، فصرت بدها تلعب يعني، مع انه ما خرج نطول، فما رضيت نطلع قبل ما تلعب. ليك لعبها بهذا القطار، بتحب هي الالعاب، اني ما بحسن اطلع بهي الالعاب معها، بحس بدوار شديد يعني، ما بحسن عليها، فاضل العبها معها يعني. هيك قضينا شويه وقت بصراحه، لنا زمان ما طلعنا وغيرنا جو بسبب الاحداث الاخيره، يعني الواحد اصلا ما له نفس. بعد ما رجعنا على البيت كنت اخذ معي اغراض يعني، هيك خضره وفواكه لازم تنقل البيت، بس قلت قبل ما افضيهم لازم نفضي البراد. انا هدول هيك المدات البراد بمدهم يعني، مو مشان منظرهم او هيك، بس عندي الرفوف الازاز مجرحين شوي، ووقت اللي هيك بيعرق من البروده تبعه بتحسه هيك مغبش، فما بحب هذا المنظر، لهيك انا بمد. وهدول المدات كل فترة وفترة بغيرهم يعني، مو كل ما بساوي البراد بكبهم، لا يعني كل 4 5 مرات بمسحهم بليفهم، لأنه بيتليفوا ما بيصير لهم شي. بلاقيهم خلص ما عادوا بفيدوا بغيرهم. هلا هون كان لهم زمان عندي هدول المدات، صار لهم أكتر من شهرين يعني عندي، فقلت بالمرة بمسح البراد وبليفه وبمد مدات جديدة، وبعدين بحط الخضرة يعني وبطبقهم. هلا كنت موصية انا على مدات للبراد تجي هيك شفافة مشان الضو، بعد ما وصلوا لعندي طلعوا بعتين لي مدات مش شفافة، لونها هيك لونها عرمادي، فبتغمق كتير البراد. عندي هذا الرول اللي كان اللي عاملته انا، بحطه منه يعني للدروج وللخزن تبع المطبخ، عندي اياه جديد لسه مو مستخدمته، فقلت حامد منه هلا بين ما حتى الاقي طلب من هدنك. هدنك اللي عملكم عليهم بيجوا هيك مثل البلاستيك او سيليكون يعني، بيضلوا بيعيشوا عمر. بس مبدئيا هلا حطيت هدول لانه ما بحسن ما احط بقلب الرفوف هيك مدات مثلهم.
هلا البراد ماله متوسخ كتير لانه على طول ايدي فيه، يعني ما بيلحق يتوسخ، فعلى هيك بستخدم بس هذا البخاخ البردقاني. ما صورت لكم اياه انا على المنتدى مره، شاركته معكم، كتير ظريف لهي الشغلات. بس بخوه هيك ومسحوه، بتحبوا الاران اللي فيها هيك متوسخه مثلا او متلوته بشي بالليفه، بس سريع التنظيف وما حطيت شي للمي ابدا يعني. بس وقت اللي بيكون مثلا متوسخ او نازل عليه ميه شي او يبسانه، فبحط سائل جلي شوي وشوية كلور مع المي وبليفون مشان ينضف اكتر البراد. بس هلأ ما احتاج لانه اصلا ماله يعني ماله متوسخ كتير. بعد ما غسلت الخضرة اللي بالتغسيل، لأن في شغلات بنتي بمد ايدها بتاخدها بتاكل منها، هلأ انا ما بفضل كل الخضرات تنغسل بصراحة، الليمون البرتقان اللي هيك شغلات، حتى الفليفلة ما بفضل اني اغسله لانه بينتزعوا وقت اللي بينغسلوا هيك، بحسهم يعني بينتزعوا اسرع. بس بضطر اغسلهم لحتى بنتي تاخد يعني تاكل براحتها، ما تاكل هم انه مغسولة ومو مغسولة، واكل هم انا مد ايدها بما يكونوا مغسولين. اكيد كلكم صرتوا تعرفوني وقت بطلع مشوار او بشتغل بالبيت بحب اعمل لك اكلات تكون سريعه يعني ما بتشغل، وهي من الاكلات السريعه الفهيتة. بس حاعمل انا جنب رز، ما حاعمل له ساندويش لانه الاسبوع الماضي قضيناه هيك ساندويش واكلات الساندويش يعني، فحبيت اعمله مع رز، وكثير طيبه هي مع رز وطيبه ساندويش يعني، انتو كيف بتحبوها. هلا اول شيء قطعت مثل ما شفتوا السطور هيك شرحات رقيقه شوي، تكون لا سميكه كثير لا رقيقه كثير يعني، ولا سميكه وسط. وبدنا الخضره هي فليفله يعني، ما تكون فليفله الوان بتحطوها، وبصله كمان هيك قطعتها شرحات بدي اقطعها، وكمان بهارات. بهاراتها هي مو كثيره، هي بحطوا البهارات اذا عندكم بهارات الفاهيتا الجاهزه او بهارات انتم بتحطوها. الأول شيء أنا بقلي الدجاج بشوية زيت هيك نباتي، أو إذا بتحبوا زيت زيتون، بس زيت الزيتون بيغير طعمة الدجاج، لهيك بقليها بزيت نباتي أنا. بحاول ما أحرك قطع الدجاج كتير، بس لحتى بين ما ياخدوا لون هيك من تحت ويقسوا شوي، بعدين بضيفلهم هيك الملح والفلفل وشوية هيل ناعم إذا موجود، مشان يروح هيك زنخه الدجاج ويعطي نكهه كتير طيبه. وعلى جنب بقلي الخضار، ما بقلي الخضار معهم وما بضيفهم اخر شيء يعني، منه مشان ما يضلوا كتير قاسيين، ومنه مشان ما ينتزع شكلهم للخضار، فبقليهم هيك لحالهم. بقلي اول شيء البصله الشرحات لحالها هيك، بس لتغير لونها بضيف عليها بقى الفليفله الملونه والذره اللهم صل على النبي الفطر، فطر شرحات كمان انا حطيته. هلا الذرة هي اختيارية، ممكن تضيفوه ممكن لا، والفطر بس انا كتير بحبها معها يعني، دول الاثنين مكونين بحسهم اساس الاكلة معها.
هلا بعد ما قلبتهم هيك على النار شغلة 5 دقايق مو اكتر، يعني ما بخليهم كتير عشان ما يتبلوا، بضيفهم فوق الدجاج وبهيك بتركن على جنب بس لحتى ياخدوا طعم من بعضهم، كمان شغلة 3 4 دقايق على النار الهادية بيكونوا تمام. هلا البهارات اللي حطيتها انا رشة كمون وفلفل احمر اكتر شي بحطه، وملح وفلفل عادي، واللهم صل على النبي، حتى كمان بنحط له شوية زنجبيل وسبع بهارات هيك شوي ما منكتر، كمان حطيت لها كاري وبصل بودرة وتوم بودرة، بس هدول هن البهارات تبعه، ممكن تحطوا كمان بهارات جاهزة. اكيد اذا وصلتوا لهون معي بالفيديو فانتوا حبيتوا الفيديو، فلا تكملوا الفيديو قبل ما تعملوا لي اللايك، واذا كنت جديد عم تحضريني لا تنسي هيك تشتركي وتفعلي زر الجرس لحتى توصلك كل الفيديوهات اللي عم بنشرها انا اول باول. واللي على العتب على الصبايا القدماء يعني مقصرين معي بصراحه باللايكات كتير، الفيديو عم يوصل مشاهداته 30 35 الف و لايكاته كتير ضعيفة، مع انه كتير مهم اللايكات، خلي لي اياكم يا رب، بعرفكم ما بتقصروا، روحوا هلا قوام اعملوا لايك اذا ما كنتوا عاملين. صار لي زمان كتير ما عملت أكلة حلو بالبيت، يعني أكتر من أسبوعين آخر مرة عملتها وشاركته أصلا الفيديو، هلأ ما صار لي زمان معكم، بس الفيديو قديم طبعا مصور من قبل الزلزال بأكلة الحلو قطع الكيك. فهلأ حبيت أعمل كب كيك لأنه من وقتها كانت سيلة عم تقلي جعبالها كب كيك، ف قلت تكرم عينك، مع انه كانت نايمة وقت متأخر، فهيك قلت لساوي قبل ما أقعد. أول شي خفقت بيضتين مع شوية فانيليا، نص معلقة فانيليا، خفقتهم منيح وحطيت لهم 3/4 كاسة سكر، وكمان خفقتهم ورجعت منيح منيح معهم وضفت لهم السوائل اللي هو نص كاسة حليب ونص كاسة زيت ومعلقتين زبدة، وهيك خلطتهم منيح ونخلت 1/3 كاسة طحين وكمان ظرف بيكنج باودر، خلطتهم كتير منيح وحطيت هيك الخليط الابيض وقمت منه شوي صغيره، حطيت له معلقه كاكاو لحتى يصير لونه على شوكولا مشان نزين فيه قوالب الكيك. هلا انا بعد ما قسمت الخليط 3/4 هيك ابيض تركته والربع على كاكاو حطيتهم بهدول العلب، قلت اسهل يعني لحتى يطلعوا هيك القوالب كلها متساويه، عندي هدول القوالب السيليكون، واذا بدكم كمان تحسنوا تعملوه بكاسات الكرتون بيمشي الحال، عندي كمان قوالب حديد وممكن احط لها ورق، يعني في كذا خيار ممكن نستخدمه لهم مشان يطلعوا شكلهم حلو. طبعا هلا السيليكون هدول ما بنعتاز ندهنهم بشي، ما بيعلق فيهم شي يعني دغري بيطلع القالب منهم. الشوكولا هيك اللي على شوكولا الخليط مثل ما تكون شايفين هيك صرت احط نقط على الوش مشان اعمل موديل فيه هيك مثل الوردة اللي على الوش او هيك التايجر، يعني مجرد بس للزينة. وممكن تعملوا انتو نص الخليط ابيض نصه كاكاو، تحطوا يعني نص هيك ابيض ونص كاكاو بيطلع كمان الخليط شكله حلو نص بنص، بس بكون وقت تسكبون مع بعض يعني بقلب القالب لحتى هيك يبين الشكل. درجة الحرارة بدها تكون 200 من فوق ومن تحت سوا، حطيتهم تقريبا اخذوا ربع ساعة كانوا جاهزين.
أنا كتير بحب هاي الأكلة، هيك سخنة يعني، بتطلع من الفرن دغري دوقة، مع إنه كتير سخنة وتحلوة، بس بحب أكلها هيك تازة. الكمية هدول الكاستين لربع الطحين طلعوا لي تقريبا 15 قطعة، حبة هيك وسط طلعت. كتير ظريفة الفكرة، إذا حابين يعني الضيافة جايكم ضيوف للمدرسة مثلا، للأطفال مثلا اللي عندهم روضة أو بالمدرسة حابين ياخدوا ضيافات معهم، كتير ظريفة. ممكن تزينوا وشها كمان بالكريمة أو بالألوان أو بعجينة السكر، كمان فكرة حلوة. فهيك حبيت أعمل آخر شي كافئ نفسي بكاسة متة غير شكل، تروح هيك شوي تعب النهار كله مع قطعش الحلو، تطلع غير شكل. ولهم نكون وصلنا لنهاية الفيديو حبايبي، بتمنى يكون عجبكم، إذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لي لايك، وإذا كنتوا جداد على القناة ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل حتى توصلكم كل الفيديوهات أول بأول. هلا.